لأكثر من 10 ساعات تتواصل ألسنة اللهب من بين أنغاض أحد المصانع في الخرطوم بحري. عشرات القتلى وصلوا للمستشفيات القريبة من مكان الحادث، بينما تجاوزت أعداد الجرحى 130 جريحا، أرقام تؤكد ضعف بنية الحماية بالمنطقة الأكثر كثافة بالعمال في الخرطوم. من الواضح انه احنا في البيئه الصناعيه دي في حوجه لمراعاه المسائل المتعلقه بالسلامه وبضوابط الامان بالنسبه للعمال وبالنسبه للجميع، يعني لانه لا يمكن انه تنفجر حادثه وتصيب الناس في مسكنهم اللي هو موجود داخل المصنع. دي كلها مسائل بتؤشر لاهميه مراعاه ومواجعه ما يحدث. تعددت الروايات والنتيجة واحدة، وهي سحابة من النيران كست المكان بالكامل، وقبل أن تحرق أصول وماكينات المصانع حرقت أجسادا نحيلة تحت هذه الأنغاض. والله حصل انفجار كبير، نحن جيران من ناحية تانية، فسمعنا صوت دوي شديد والنار طلعت. بعد ذاك لما جينا مارقين هو زي ما شاف لسه أثار النار موجودة، فالناس بتهلع جارية، لكن الحقيقة منه ما معروفة. الناس الجوا هم شهود العيان، هم اللي ماتوا جوا ديل، ما في زول عارف حاجة حصلت أبدا. نحن قاعدين برا، في البداية في دخان بسيط، تاني انفجار قوي جدا جدا، تاني ما شفنا أي حاجة نحن. وبذلت قوات الدفاع المدني أقصى مجهوداتها للسيطرة على الحرائق والتي طال أمدها بسبب مخزونات الغاز بالمكان. أعمدة الدخان التي لا زالت تتصاعد من أحد المصانع ولساعات طوال من وقوع الانفجار مقارنة بأرقام الضحايا تؤكد أن نظم السلامة في المناطق الصناعية بالسودان في حاجة إلى مراجعة شاملة. محي الدين جبريل، قناة الغد، من المنطقة الصناعية الخرطوم بحري.